شكرا للدكتور حداد. أنا كمان اتفقت مع الدكتور حداد في عنوان المداخلة هو الحق في الحياة جوهر الحقوق الطبيعية، حيث يعد الحق في الحياة جوهر الحقوق الطبيعية فعلا، بل هو الحق الأكثر أهمية على الإطلاق، وقد كرسته كل الديانات والشرائع والمواثيق الدولية. وللحق في الحياة معنى بليغ، ويعني عدم جواز حرمان الأحد من حياته تعسفا، أي تدخل من جانب قوة قائمة أو سلطة عامة. قال علماء الاجتماع والفلاسفة وعلماء الأحياء أيضا سجالات واسعة من أجل تحديد معنى الحياة وصور نشأتها، وذلك لأن من أي حق أي فرد أن يتمتع بحياته وبعلمه، وضمان حق الحياة هو المصدر الرئيسي والأساسي لكل الحقوق الأخرى. لم يتمكن علماء الأحياء من إعطاء تعريف دقيق للحياة، هناك من اعتبر أن الحياة هي منظومة قادرة على مقاومة الموت، هناك من حاول تعريفها بروشين بالتأكيد على أنها حالة ديناميكية استمرت على هذا النشاط منذ سالف العصور وحتى يومنا هذا، وهي ترتبط بتناسق الأنشطة المختلفة في الخلايا والتي لها دور كبير في بقاء الحياة واستمراريتها. حاول الفلاسفة من جهتهم أيضا تحديد مفهوم الحياة، ولكنه فشل في ذلك، حيث يقول الفرنسي كلود برنارد: من الممكن وصف الحياة ولكن ليس من الممكن تعريفها. وعلى هذا الأساس تم تعريف الحياة من خلال أهم عناصرها وأهم مستلزمات الحياة كعنصر التناسل، الغذاء، التنفس، الصراع لأجل البقاء، مع أن هذه التعريفات ناقصة وغير مكتملة بسبب مشاركة العديد من الأحياء مع الإنسان في هذه الصفة. وفي حين يربط البعض الحق في المواثيق الدولية الحق في الحياة بالمواثيق الدولية الحديثة، إلا أنه يمكن التأكيد على أن حقوق الطبيعة ومن بينها الحق في الحياة سبق في وجودها الزمن الحديث. فلقد بدأ الاهتمام بالحقوق الطبيعية عند الرومان، عند الإغريق، في الحضارة المسيحية، لكنها بقيت مجرد أفكار نادلها الفلاسفة والمسلمون إزاء تسلط الحكام والملوك واستبداد الناس. أما الأساس الفكري فيرتكز على أن الحق الإنسان للحياة هو حق طبيعي يقره العقل السليم ولا يحتاج إقراره إلى أدلة المشرعين. ولم يتم إقرار مبادئ الحقوق الطبيعي بشكل رسمي إلا مع نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر تماشيا مع المناخ الفكري السائد آنذاك، بانتعاش الاكتشافات العلمية المبنية على الدقة العلمية ودراسة الطبيعة وقوانينها، حيث سيطرت مدرسة القانون الطبيعي على جميع الاتجاهات في حينها، بالإضافة طبعا إلى التغيير الفكري الذي عاشه الغرب آنذاك. ولقد نادت التوجه الليبرالي بضرورة احترام حق الإنسان في الحياة، وخصوصا أن الليبرالية تجعل من محور اهتمامها الفرد الإنسان. عندما ننظر إلى الحق في الحياة بالمواثيق الدولية، نجد أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية نص في مادته السادسة على أن حق الحياة هو حق ملازم للإنسان، وعلى القانون أن يحمي هذا الحق ولا يجوز حرمان أي أحد من حقه تعسفا. المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نصت على أن لكل فرد الحق في الحياة والحر والأمن على شخصه. القسم الأول من الاتفاق الأوروبي نصت على أنه على القانون أن يحمي حق كل إنسان في الحياة. كما نص إعلان الاستقلال الأمريكي على أن جميع البشر خلقوا متساويين وأن خالقهم له حقوق ثابتة لا يمكن التنازل عنها، ومن بينها الحق في الحياة والحق في الحرية والحق في تحقيق السعادة. يتخذ الحق في عدم حرمان الحياة أشكالا متعددة يأتي على رأسها الإعدام التعسفي. ويقصد بالإعدام التعسفي قتل شخص على يد وكيل الدولة أو أي شخص آخر يعمل تحت سلطة الحكومة أو بتواطؤ معها أو بتغاضيها عن أفعالها أو قبولها وبدون أي إجراءات قضائية أو إجراءات قضائية مناسبة. وتختلف حالة الإعدام التعسفي عن حالة الإعدام بعد المحاكمة المعادلة في كونها تأتي في ظروف مشبوهة تشمل أعمال القتل التي تقترف لأسباب سياسية مثلاً، حالة الوفاة الناجمة عن التعذيب أو غير ذلك من المعاملات اللاإنسانية. وجاء في تعليق اللجنة المعنية لحقوق الإنسان على المادة السادسة من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أن الحماية من الحرمان التعسفي من الحياة تتسم بأعظم الأهمية. الحق في الحياة يطرح أيضاً للنقاش عندما نتحدث عن الإعدام. وإذا كان القانون الدولي يجري بصفة مطلقة الإعدام التعسفي، إلا أنه موقف آخر من عقوبة الإعدام، حيث يقر بحق الدول في تنفيذ عقوبة الإعدام كعقوبة على أشد الجرائم خطورة وبعد صدور حكم قضائي
قطعي عقب محاكمة العائلات القانونية من قبل محكمة مختصة ومستقلة. هذا الموقف الدولي من الإعلام سيتغير فيما بعد عندما أخذت العديد من الأدوية من المنظمات الدولية في اعتماد وتوقيع مطالب تهدف إلى إلغاء عقوبة الإعلام. وهو ما لم يتطرق عليه في كل الدول، ولا زالت عقوبة الإعلام تثار العديد من النقاشات والسجالات بين المؤيدين والمعارضين. حيث يعد إلغاء عقوبة الإعلام مقتضى القانون الدولي لحقوق الإنسان أمرا اختياريا واتفاقيا محضا له علاقة بدولة الإسلام. ولعقوبة الإعلام شروط خاصة، فهي تقتصر على أشد الجرائم خطورة، طبعا هذه الجرائم تختلف من دولة إلى أخرى. عدم جواز تطبيق عقوبة الإعلام إلا بعد حكم قطعي صادر عن محكمة مختصة. عدم جواز الحكم بعقوبة الإعلام على الأطفال أو من هم دون سن 18 من العمر. عدم جواز تنفيذها على النساء الحوامل والمتخلفين عقليا. عدم جواز تنفيذها بأسلوب قاسي أو حاد بالكرامة الإنسانية. ويبدو أن عقوبة الإعلام يتناسبها اتجاهين. اتجاه يرى أن جريمة التزايد المستمر وتشكل خطر على المجتمع، وبالتالي لا بد من عقوبة رادعة لها كعقوبة الإعدام. اتجاه يعتقد أن عقوبة الإعدام تخالف مبدأ احترام قدسية الحياة، وأنه لا يحق لأي شخص مهما كان أن ينهي حياة شخص آخر. بالدول العربية يجب أن أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان سنة 2004 يعترف بالحق الأصلي للحياة كما جاء في المعاهدات الدولية، حيث ينص في فصلها الأول على أن الحق للحياة حق لازم لكل شخص، كما ينص على أن عقوبة الإعدام يمكن فرضها على أشد الجرائم خطورة وفقا للقوانين السارية وترتيب الجريمة وبمقتضى حكم النهائي صدر عن محكمة تصل بالقتال. ما يلاحظ بالدول العربية هو أن تطبيق عقوبة الإعدام على العديد من الجرائم لا تعد أشد خطورة للمعايير الدولية كحالة الردة في العربية السعودية. فتغيير الدين يسمى في إطار جرائم العديد من الدول العالم يدخل في إطار الحريات الفردية، في حين يعتبر شديد الخطورة وموجب لعقوبة الإعدام في الدول السعودية. والمتابع للمشهد العربي سيلاحظ أيضاً كيف أنه يتم تبيان الحكم بتهم الإرهاب في غياب عدم تحديد واضح لمفهوم الإرهاب، مع اللجوء إلى المحاكمات العسكرية وعدم الخضوع للمعايير الدولية في العدالة. ويمكن التأكيد على أن وتظل عقوبة الإعدام بدول الربيع العربي غير واضحة، وخاصة في ظل قوانين الطوارئ ومكافحة الإرهاب. ويمكن التأكيد على أن الدراسات أبانت كيف أن عقوبة الإعدام لم تنقص من معدل الجريمة، كما أن حكم الإعدام للأبرياء سواء بسبب المحاكمات غير عادلة أو بسبب عدم وجود الضمانات الكافية لا يزال يواجه العديد من الانتقادات ويجسد الانتهاك الفعلي للحق في الحياة. عندما نتحدث عن الحق في الحياة فلا بد أن نطرح موضوع الحق في الإجهاض. فالحق في الحياة نطرح السؤال حول الحق في الإجهاض، هل يعتبر عادل عن الحق في حياة الجنين أم هو حق خالص الأم في تصرف جسدها كيف تشاء؟ يعتبر الجنين عادة من الأحياء ويخضع لجميع حقوق الأحياء تقريبا، خاصة فيما يتعلق بحقه في الحياة وعدم التعدي عليه، كما أن حقه في نسب والولادة منصوص عليه ببعض الشرائع والديانات في الإسلام. وتعد عملية الإشهاد بهذه الضرورة الطبية مثار جدل بين الولادة في حق للأم، ولها كلمة الصلاة بها توجيه نفسها، وبين من يرى فيه تعدل على حق الحياة لهذا الجنين. ويتخذ الإشهاد أشكالا متعددة، حيث نشط الإشهاد المتعمد وهو إخراج الجنين قبل أن يصبح قادما على الحياة، الإشهاد التلقائي وهو سقوط الجنين لأسباب بيولوجية أو مرضية، الإشهاد العلاجي وينتج عن مرض معين يصاب به الجنين أو المرأة ويعرض الأم للخطر، الإشهاد الوقائي ويتم اتخاذه بعد أن يثبت أن الجنين يحمي إعاقة جسدية معينة، الإشهاد الاجتماعي ويمارس هذا النوع في دول التي تقوم بتحليل النسل كما هو الشأن بالنسبة للصين التي تفرض الاكتفاء بولد واحد فقط. اعتبر الإشهاد جريمة منذ القدم وتحدث عنه رجال الدين وفكر القانونيون منذ القديم، حيث نجد أن حمورابي نص في قانونه الشهير ما يعرف بمجوهرة حمورابي على أنه مسبب جريمة الإشهاد وعاقب بالغرامة. اتفقت العديد من الديانات المسيحية والإسلام واليهودية على أن الإشهاد محرم، غير أنها لم تتفق على المدة الزمنية التي يمكن معها اعتبار الإشهاد محرم أم يجوز. حضرت القوانين الغربية الإشهاد، ولكن
هذا الموضوع سيتغير فيما بعد، حيث أجازتهم العديد من القوانين كالأمريكية والكندية والإنجليزية، في حين حضرته الدول العربية بدون استثناء. ويرى مؤيد منح الحق للمرأة في إشهار نفسها إلى أن عدم تجريم الإشهار لم يؤدي كما هو الحال بجرائم أخرى إلى ازدياد نسبة الإشهار، وأن هذا الحق يدخل في إطار الحرية الفردية الخاصة للمرأة وحدها الحق في تصرف جسدها إلى المستشفى دون مسيطرة من أحد أو أي قانون. ويراهن بعد منح المرأة الحق في الإشهار على بعض الدول كالمغرب الذي كسب فيه حقوقا تعد متقدمة مقارنة مع بقية الدول العربية. لكن موضوع الإشهار لا زال مسكوتا عنه داخل المغرب نظرا لحساسية الموضوع، بل إن هذا بشأنه أن يثير جدلا واسعا داخل المجتمع خاصة بالأوساط المحافظة. وفي الأخير يمكن القول أن العقوبات القاسية ليست وحدها الحل، وأمام الدول فيما يتعلق بالإعدام وأمام الدول تحديات كبيرة ويتعين عليها أن تبدأ اتصال جهودها لمكافحتها، وذلك من خلال إجراءات وقائية ثم عقابية عبر الاهتمام بالتثقيف والتربية والتعليم إلى جانب الجهود الأمنية والردعية وفي إطار الإجراءات القانونية والإدارية وبالمصاصين والضمانات القانونية. أو عليك توفير الإمكانيات الملائمة لإنقاذ حياة أشخاص أو جماعات كالانفلات الأمني، شيوع الجريمة، تنمية حركة الإرهاب التي تستهدف حياة الأشخاص بسبب عوامل عقلية أو دينية، ويدخل في إطارها أيضاً الحروب وإساءة استخدام التجارب الطبية أو الصناعية على البشر كالتجارب النووية مثلاً أو تصنيع الأسلحة الجنونية. كما يدخل في إطارها أيضاً عدم مكافحة انتشار الأوبئة أو الأمراض الخطيرة. من هنا كان حق الإنسان في الحياة حقاً أساسياً من حقوق الإنسان، فلكل فرد الحق في الحياة. فلمن الأولوية بالنسبة للحق في الحياة؟ هل المجتمع الآمن المستقر والخالي من الجريمة أم الجاني؟ هذا بالنسبة لعقوبة الإعدام. ولمن الأسوأ؟ هل الحق في الحياة التي تبتدئ قبل الولادة أم الحق للمرأة في التصرف بجسدها في سبيل موضوع الإشهار؟ أسئلة تبقى مفتوحة وشكراً.